يا دكتورة، يعني هنا بنبقى حيرانين نتعامل بقى مع، احنا خدنا بالنا من ان احنا يعني بعدنا الحشرات عننا، وخدنا بالنا من ان احنا حاولنا نحفظ الاكل بشكل صحي، بس احنا حرانين قوي مش عارفين ناكل ايه في الحر اللي احنا فيه ده ده، حقيقي. يرطب علينا وفي نفس الوقت الست الغلبانة اللي واقفة في المطبخ دي تعبت قوي. يعني صعب انها تتعرض للحرارة بالمنظر ده. وصحيح، لان عشان كده دايما اقول لازم المطبخ يكون جيد التهويه، لان ست البيت اللي واقفه قدام البوتاجاز وقدام الفرن ممكن يجي لها اجهاد حراري وهي ما تعرضتش للشمس، نتيجه ان المطبخ سخن، الفرن سخن. طبعا الاجهاد الحراري دي من الحاجات اللي بتسبب اعياء شديد جدا ومشاكل صحيه كبيره جدا لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه لازم نهتم بشرب الميه من 2 ل 3 لتر يوميا، وبلاش الميه المثلجه. يعني في بعض الاشخاص بيجوا من بره جايين من الشارع يدخلوا جسمهم يقعدوا جوه سخن الثلاجة. بالظبط، ولا ويا ريته بيشرب ميه ساقعه عاديه من الثلاجه، يطلع من الفريزر او يعمل كوبايه ميه مليانه ثلج ويبتدي يشربها. عايزه انوه من خلال برنامج حضراتكم ان العمليه دي خطيره جدا، ان انا اشرب ميه فيها كميات ثلج كبيره او ميه مثلجه، لان ده بيأثر في اجسامنا على حاجه اسمها العصب الحائر. العصب الحائر ده عصب بيجي من المخ، بينظم في ضربات القلب وبيتفرع لاعضاء الجسم المختلفه، بيعمل على تنظيم ضربات القلب وتنظيم عمل المعده. فبيحصل اضطراب للعصب الحائر ده لما بنشرب ميه ساقعه، الاضطراب ده بيؤدي الى بطء ضربات القلب، فبيحصل هبوط للانسان قد يؤدي للوفاه. وحصلت قبل كده من طنطا، في طنطا من حوالي سنتين، كان طفل بيلعب في الشارع كوره في عز الحر وطلع شرب ميه ساقعه جدا فوقع من طوله. فنخلي بالنا ان الحاجات دي ممكن تأثر على صحتنا، ويعني لا قدر الله لو ما سببتش الوفاة فهي بتسبب حالة من الهبوط والإجهاد. عندنا المشروبات المصرية الجميلة الصحية، الكركديه، التمر هندي، الخروب، الدوم، من الحاجات الغنية بمضادات الأكسدة وفي نفس الوقت منعشة ومرطبة. العصير الليمون، يعني دايما يقول لك ايه، روق كده واشرب ليمون. الليمون من الحاجات الجميلة والمنعشة. يا ريت نقلل من شرب الحاجات اللي فيها كافيين زي الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأن الكافيين بشكل عام هو مضر للبول، فبالتالي بيخلص الجسم من كميات مية كبيرة، فبيبتدي يحصل جفاف للجسم وشعور بالإجهاد والصداع والتعب. عشان كده زمان كانوا بيقدموا فنجان القهوة وجنبيه كوباية مية عشان تعوض كمية الفاقد اللي هيحصل في كمية المية من أجسامنا. الأكلات، وحضرتك قلت الأكل، الفاكهة المصرية اللي في الأسواق من أفضل الحاجات في فصل الصيف. إحنا موجود النهاردة في كل الشارع عربية التين الشوكي. عايزة أقول لحضراتكم إن التين الشوكي ده فعلا كنز من كنوز الطبيعة. سبحان الله، 3 وحدات من التين الشوكي بتدينا احتياجاتنا اليومية من فيتامين سي، وفيتامين سي طبعا مهم لنضارة البشرة وللمناعة ولوظائف الجسم المختلفة. فالتين الشوكي عندي من الحاجات المفيدة، مفيد كمان لمريض سكر الدم المرتفع، يعني اللي سكره عالي ياخد تين شوكي، لأن نسبة السكر اللي فيه مش عالية زي العنب والتين البرشومي، وفي نفس الوقت غني بالألياف، فالألياف دي بتفرمل ارتفاع السكر في أجسامنا. ولكن نصيحتي لمريض السكر ما يبقاش واخد دواء بتاع السكر ويروح ياكل بعديه تين شوكي، ياكل 2 3 كده على نص اليوم. اللي بيعاني من ارتفاع ضغط الدم، التين الشوكي عندي غني بالبوتاسيوم فبينزل لي ضغط الدم المرتفع. عندنا البطيخ، والبطيخ يعني ده سلطان الفاكهة في فصل الصيف، غني بالمية، غني بصبغة اللايكوبين اللي بتقلل من التأثير الضار للشمس على بشرتنا. بس عيب البطيخ يا جماعة، في ناس بتقول ده عبارة عن مية، هو فعلا عبارة عن مية، ولكن في نسبة سكر حوالي 7% ناكله، ولكن ما نكسرش من تناوله. عندنا الجبنه بالبطيخ، جبنه بالطماطم، من الحاجات الجميله. يا ريت نبتعد عن تناول المقليات، لان الزيوت والمقليات والدهون صحيح. العاليه بتزود من شعورنا بارتفاع درجات الحراره. جرام الدهن الواحد بيدينا حوالي 9 سعر حراري. اخر حاجه، بعض التوابل كمان بتساعد في احساسنا بارتفاع درجات الحراره، زي الشطه والفلفل الحار والفلفل الاسود والجنزبيل، بتساعد ان احنا نشعر بدرجات حراره مرتفعه. فكل ما الحاجه كانت بسيطه، كل ما كانت بيتي، نبتعد عن المقليات والمسبكات، كل ما ده كان صحي، ونختم يومنا بالزبادي واللبن الرايب من الحاجات المرطبه والملطفه.